ايه موضوع السنجل فيزيت بروسيدير في الاسنان تحديدا؟ احنا كل يوم في تكنولوجيا جديده في علاج الاسنان ومشاكل الاسنان، وكل يوم جديد بيمر علينا بنعرف حاجه جديده. فاخر حاجه بقى السنجل فيزيت بروسيدير او العلاج من خلال الجلسه الواحده. النهارده معانا دكتور احمد سمير كونفي دنتال، منورني يا دكتور. بنورك. عايزين نتكلم عن السنجل فيزيت بروسيدير. حلو قوي الموضوع ده. جميل. طبعا المريض بيدخل بيخرج متحول. ما هو بالظبط، يعني احنا مشكله الاسنان دي بقى مشكله كبيره، وده تقريبا حصل في اخر 10 سنين. حصل طفره كده في الاسنان، تمام، ان اتحولت من الانالوج للديجيتال او طب الاسنان الرقمي، وده بسبب التكنولوجيا والاجهزه الحديثه اللي بدات تدخل في العيادات. وده قدر يخلي 80 ل 85% من المرضى يقدروا يدخلوا يخلصوا في نفس القعده، يعني نفس الفيزيت يقدر يخلص. دي مشكله دكتور السنان، تكرار الزيارات، فده اللي بيخلي الناس تبقى شويه. واحيانا المريض كمان، يعني المريض احيانا بيرجع يشتكي ان انا بروح وباجي والمعمل يودي ويجيب. بالزبط. فكل ده لا، في العشر سنين اللي فاتوا حصل طفره جامده جدا في الاسنان. وده خلانا نقدر نوفر وقت ليا ووفر وقت للمريض. وبنحافظ برضو على الجوده، يعني مش اهم حاجه. طبعا مش بنيجي ناحيتها خالص، يعني الجوده دي لازم نحافظ عليها. ايه اللي احنا نقدر نعمله في السنجل فيزيت بروسيدجر؟ ايه؟ اقول لك. اول حاجه خالص بدات في السنجل فيزيت بروسيجر وكانوا بيهتموا فيها علاج الجذور، علاج العصب. الاول كان المريض بيجي يزور الدكتور، يدخل يفتح له القنوات العصبيه لو هو عنده التهاب، يحط له مؤقت يمشي. المريض يجي تاني يفتح له، ينظف له القنوات العصبيه ويحط له حشو ويروح، يشيل المؤقت ويحط حشو تاني وهكذا. فالمريض رايح جاي وبيحس بالم بين الزيارات. طبعا. لكن دلوقتي سنجل فيزيت احنا نقدر نستخدم اجهزه معينه زي روتري، زي اجهزه معينه في علاج العصب والمايكروسكوب، ده يقدر يخلينا نخلص الفيزيت كلها في ساعة. يعني المريض يقدر يخرج وهو مخلص كل حاجة ليها علاقة بالعصب. ده مثلا في علاج الجذور والعصب. ده في علاج الجذور والعصب بالظبط كده. تمام. الحاجة التانية بقى بعيدا برضو عن علاج الجذور والعصب، التركيبات. دلوقتي المريض ممكن يدخل يبقى عايز يعمل فينيرز مثلا، وهو فاكر لو هيعمل فينيرز ويمشي ويجي لي مره ثانيه. لا، لو هو مستعجل او ورا حاجه. احنا معانا صور بالظبط. ده علاج الجذور والعصب بالظبط. احنا لو بصينا على الصوره دي، ده ضرس خلفي. الضرس ده المريض بيجي بيشتكي بالم. احنا في جلسه واحده بنقدر نحشي الثلاث قنوات العصبيه، والمريض بيمشي في نفس الزياره. الزياره بالظبط، ما بيقعدش يعني، او ما بيجيش تاني. فده برده من احدى ميزات السنجل فيزيت بروسيجر، اللي احنا بنخلص كله في زياره واحده. برضو ممكن حالة زي كده لو لاحظنا في السنان اللي فوق، المريض جاي اصلا سنة اقصر من سنة بالظبط، فهو جاي عامل حسابه اللي هو عايز يعرف فيه ايه. ده كراون بقى وتركيبه. لا، ما عملناهوش اي تركيب ولا كراون ولا اي حاجة خالص. هو بالظبط ما خدش ربع ساعة، فقدرنا نعمل له حشوة تجميلية بنفس لون السنة اللي على ناحية اليمين في نفس الجلسة. في نفس الجلسة بالظبط، ما تاخدش اكتر من ربع ساعة. فالمريض احب اقول لك اللي هو بيطلع شايف سنانه قد بعض ونفس اللون. انت فتحت نفسي لعلاج الاسنان برغم ان الواحد بيبقى متردد. شفت بقى. موضوع سهل قوي. لا سبب جميل جدا، خصوصا لما المريض يطلع من نفس الزياره ومخلص كل حاجه. ده الحشو البلاتيني طبعا القديم بالظبط. دي حشو بلاتيني فوق. ولو بصينا هنلاقي ان في صبغات في السنان، ده مش تسوس. في صبغات في السنان، المريض ده مدخن. فبالتالي لما بنيجي نعمل له الحشوه، حتى لو درس خلفي، درس الخلفي ما بيبقاش يعني ما بيبانش في الضحكه. بس احنا بنهتم حتى لنفسيه المريض، لو بص في مرايه، لو يبقى نفس لون الحشوه زي الصوره اللي تحت كده بالظبط، نفس لون الحشوه هو لون السنان. يعني احنا غيرنا الحشو البلاتيني الغامق اللي فوق بالحشو، حطينا بالظبط كده، حطينا تحت الحشوه البيضه وحطينا فيها ستينز صبغات. صبغه لون لونها اصفر او بني شويه، تدي ايحاء للبيشنت اللي هو normal. لسه عادي يشرب سجاير، ودي سنانه الطبيعي. بتشجعه على شرب السجاير بالظبط. دي حاجات سيمبل قوي، دي حاجات سيمبل جدا. تمام. المريض يقدر يعملها في نفس الفيزيت، سنجل فيزيت بروسيجر. دي كمان لو كان في عنده مشكله في السنه الشمال فوق، البيشنت جاي اللي فوق السنه بتاعته مكسوره. هو برده جاي عامل حسابه اللي هيتحط له يا مؤقت يا هيتبرد، يعني هو بيبقى مش عارف. ماشي متضايق جدا ان هو بيبقى ماشي وسنته مبروده فعلا. ده كان بيسبب ضيق جدا. ايوه فعلا، على ما يعمل التركيبه ويرجع يركبها كان بيبقى. وده كان بيخلي لو احنا مثلا بنبرد عشان بنحافظ على العصب. لا، لما المريض بيمشي العصب ده لما بيكون مكشوف. مع الميه ومع الاكل ومع الهواء بيتعرض لالتهاب شديد قوي. فبالتالي احنا قدرنا في الصوره اللي فاتت اللي احنا في نفس الجلسه نقدر نعمل له سنانه اللي فوق واللي تحت كومبوزيت فينير. وهنا لازم نعرف ان الفينير انواع. دايركت وان دايركت، بيتعمل في بق العيان وهو قاعد، وان دايركت اللي احنا بناخد له مقاس ونودي المعمل ويروح المعمل بالظبط كده. فدي كانت حاله دايركت وهو قاعد، المريض كان ساتسفايد جدا اللي هو يخلص ويمشي. ده ممكن نستخدمه في التجميل، مش لازم علاج حاله مرضيه صح؟ لا طبعا ممكن. طبعا هو دلوقتي التجميل فعليا بقى سنجل فيزيت. يعني المريض ممكن يكون جاي من بره
ومسافر جاي يقعد في مصر فتره مؤقته زي كده بالظبط بالظبط زي كده المريض جالي الصوره اللي فوق على الشمال قال لي انا عندي فتحات بين سناني وسناني صفراء وسطين طب حلو هو فكر هو خلاص هو امن على الكرسي هيمشي قلت له خليك قاعد عملنا له على الناحيه اليمين عملنا له بليتشنج او تبييض فاحنا خلصنا اول جزء اللي هو لون السنان وبعد كده المريض قال لي خلاص ايه انا همشي واجي لك في وقت تاني قلت له لا ما انت داخل بتشتكي بالظبط انت داخل بتشتكي اللي انت عندك اصلا فراغات في سنانك ايوه فلا استنى اقدر احط له تركيبه مؤقته يعني ده نفس العيان ده نفس المريض نفس المريض تركيبه مؤقته التركيبه المؤقته دي تدي الشكل النهائي لنفس اللون اللي المريض ممكن يبقى عايزه وهو اللي بيختار كمان اللون والشكل وهنا كمان وهنا نفس الموضوع برضو المريض الصوره اللي على الشمال المريض جدا جالي يعني. كان فاكر نفسه برضو هيمشي حطيت له تركيبه مؤقته زي اللي على اليمين كده هو كان مختار السنان بالطول ده يعني انا عايزها بالطول ده ما هو عايزها بالعرض ده عايزها باللون بالشكل ده كمان. باللون ده فانا بحطها له كموكب يعني شكل تجريبي يمشي يروح بيحضر فيه فرح مناسبه وبعد كده يجي لي تاني نقدر نحول التركيبات المؤقته دي كلها لتركيبات ثابته نهائيه حلو جدا بالزبط. يعني كونفيدنت الفعل الدنيا مريحه جدا وما فيهاش اي مشكله ده الموضوع بقى بسيط طب والزراعه بقى نفس الموضوع برضو في حالات بتستدعي اللي احنا نعمل زراعه فوريه يعني نخلع الضرس ونحط الزرعه المريض ده بيبقى برضو احنا بنوفر على المريض اللي هو جراحتين جراحه الخلع وبعد كده يجي لي بعد 3 شهور نستنى العظم يلتئم وبعد كده احط له زرعه لا دلوقتي لو فعلا حجم العظم مناسب بعد ما يعمل اشعه ثلاثيه الابعاد حجم العظم مناسب عرضه تحت الضرس نفسه اقدر اخلع واحط له على طول زرعه في نفس الوقت شفتوا بقى علاج الاسنان طلع سهل ازاي مع كونفيدنت الدكتور احمد سمير اخصائي زراعه وتجميل الاسنان عمل لكم كل الموضوع ده في سنجل فيزيت بروسيجر ان شاء الله الحلقه الجايه وفقرات جايه معاه هيشرح لنا بقى اكتر وباستفاضه اكتر موضوع التجميل اللي كل الناس تشغل بالها بيه دكتور احمد شرفتني شرف ليا يا فندم استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده وهبك لك